اللقاء. نعم أستاذ ياسر، بالعودة إلى الضمانات التي يطالب بها زيلينسكي، ما هي هذه الضمانات وكيف ستؤثر أيضا على مجريات الحرب، خصوصا بعد الأسلحة الحديثة التي دعمت بها من أمريكا والقنابل العنقودية؟ أولا بالنسبة لموضوع الأوكران، أوكرانيا يعني هي في حالة يعني دولة محتلة، جزء من أراضيها حوالي 20% من أراضيها تم تقليصها إلى 17% تقريبا. أعتقد أن أوكرانيا مهتمة جدا بأن يكون هناك خطة مستمرة وممتدة من أجل تزويد أوكرانيا بالذخائر. بالنسبة لطبيعة الأسلحة، فعلا هناك يعني أصبح لأوكرانيا قدرات على مستوى جيد جدا على مستوى القوى البرية كأسلحة، ولكن هذه الأسلحة تحتاج إلى ذخائر، وباتت هذه الذخائر في بعض الأسلحة يعني على وشك النفاذ. لذلك أوكرانيا تريد أن يكون هناك ضمانات بمزيد من الإمدادات للذخائر. أيضا أوكرانيا تريد أن تكون هناك بعض الأسلحة التي تعزز من قدرة أوكرانيا على تحرير أراضيها، أتكلم عن سلاح الجوي، سيما إذا علمنا أن أوكرانيا حتى هذه اللحظة لم تقدم لها أي نوع من الدعم الجوي، وهي تقدمها الميداني على المستوى البري يكون أبطأ بكثير في حال عدم وجود تعزيز جوي لهذه المساحات. أيضا لنقولها بصراحة، أوكرانيا في الفترة الماضية تم إمدادها ببعض الصواريخ متوسطة المدى، ولكن هذه الصواريخ نفذت، وأعتقد أنها تشكل يعني أمنا أكثر في حال تواجدها، خصوصا إذا علمنا أن خطوط الإمداد الخلفية كانت على مرمى من هذه الصواريخ الأوكرانية، وكانت القوات الروسية تخشى من هذه الصواريخ. الآن نفاذ مثل هذه الصواريخ أثر بشكل سلبي على تقدم القوات الأوكرانية، سيما إذا علمنا أن كما ذكرت أن هذه الصواريخ تضرب الدفاعات التي تحمي المساحات المحتلة من قبل روسيا، وتريد أوكرانيا أن تستطيع الوصول إلى هذه الدفاعات عبر صواريخ متوسطة المدى. الولايات المتحدة الأمريكية ظني أنها ستكون في أجندة الناتو، اجتماع الناتو، أنها ستتعهد بمزيد من هذه الإمدادات. بالنسبة للصواريخ العنقودية أو الصواريخ ذات طبيعة الأسلحة العنقودية، أعتقد أن روسيا يعني لديها وتمارسها، واستخدمتها في سوريا، استخدمتها في أذربيجان، وأيضا استخدمتها في أوكرانيا. لذلك يعني الحديث الكبير حول أن هذه الأسلحة ستشكل نقطة فارقة، أعتقد ليس بهذا الأمر الكبير. السلاح العنقودي كان أيضا هو سلاح أول ما استخدمه الاتحاد السوفيتي، وهو سلاح موجود لدى أوكرانيا، ولكن كان مستودعاته ضعيفة ونفذت أيضا، إذن استخدمه كل من الطرفين الروسي والأوكراني. الآن مزيد من هذا السلاح على مقدرات أن يضرب بهذه الصواريخ أو بهذه المحطات الإطلاق الغربية ذات سلاح الناتو، طبيعة الناتو، يمكن أن يكون لديها فارق أيضا، سيما إذا علمنا أن هذا السلاح يمكن أن يؤمن مناطق ذات مساحة جيدة، يمكن أن يعني أن يكون منتشرا إذا كان عبر الجو على مساحة 200 متر في 200 متر، أي أنك تخلي هذه المنطقة بشكل تام من سلاح العدو ومن من من مستودعات الذخيرة أو حتى من شبكة الأنفاق والملاجئ التي لديه. إذن أوكرانيا حريص أن يكون هذا السلاح موجود، ولكن هذا السلاح لن يشكل نقطة فارقة كما يروج له الروس، ولكن السلاح الذي سيشكل نقطة فارقة هو أن تمد أوكرانيا بسلاح جوي حقيقي. أنا أتكلم عن F-16. أعود بالقليل إلى أن منظومة الدفاعات الجوية التي زودت أوكرانيا كان لها دور وفاعلية، لدرجة أن الآن لا نرى طيران روسي في مناطق في السماء الأوكرانية خوفا من مصايد الباتريوت والدفاعات الجوية، ولكن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من هذه الدفاعات، سيما إذا علمنا أن روسيا تضرب بصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى. العمق المدني في أوكرانيا، آخر الضربات كانت في الفيف في أقصى غرب أوكرانيا، إذن روسيا لا تزال مستمرة في الصواريخ بعيدة عن الطائرات خوفا من الدفاعات الجوية. لا تصل كل الصواريخ، ولكن مجرد وصول 5 من أصل 50 صاروخ يسبب دمار كبير واستهداف للمدنيين. إذن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدفاعات الجوية، دفاعات جوية وسلاح جوي وصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى، وأيضا مزيد من الأسلحة والذخائر، هي الضمانات التي تحتاجها أوكرانيا كمخرجات من قمة ليتوانيا للناتو. نعم، هل تعتقد أن تكون هناك موافقة بعد ذلك لإعطاء أوكرانيا طائرات F-16؟
أعتقد أن هناك يعني مجموعة من الطيارين الأوكران الذين يتدربون على طائرات الـ F-16 سواء في مناطق الناتو في الدول الأوروبية أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. مدة التطوير أو التدريب على هذا الأمر يستغرق الوقت ليس بالقصير، قد يمتد إلى 4 أشهر فما فوق. أعتقد أن أوكرانيا فيما بعد ستكون مؤهلة للحصول على الـ F-16، أما حاليا فالولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي ضمانات بهذا الخصوص، ولا يوجد حديث على تقديم الـ F-16 حاليا. الحديث فقط حول مزيد من الدفاعات الجوية، مزيد من الذخائر والصواريخ العمق.